بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننعى لحضراتكم وفاة الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والذي قضى اليوم شهيدا بإذن الله تعالى في سجون الظالمين على إثر أزمة قلبية ألمت به كما جاء في صحافة النظام. وإننا إذ نحمل النظام المصري المسؤولية عن عملية القتل العمد، نظرا لانعدام الشفافية وانعدام الثقة، حيث أنه سجن العديدين من الأبرياء ظلما وعدوانا. نسأل الله عز وجل أن يرحم الدكتور عصام العريان، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.